سوانسي حسن مغار ممثلي الأندية الرياضية الحاضرة معنا، انتصرت على ايش وفعل على ايش شغلت على ايش وباقي الأندية وشكر موصول لجميع الأندية وإفسي على ايش كذلك سي جلال احنا معنا وجميع الجمعيات المشاركة في هذا الحدث العظيم، انا اصفه بهذا الحدث العظيم. البطولة الإقليمية الخامسة لكرة القدم ماشي سهلة باش نقولوها الخامسة، لأن المنطلق ديالها في المرحلة الأولى البطولة الإقليمية الأولى كانت مجموعة من الإكراهات، كانت مجموعة من المصاعب اللي استطاعوها الإخوة بشبكة اتحاد الجمعيات الرياضية التغلب عليها بالصبر وبالمواكبة وبالمتابعة. أسهل حاجة هي نجي نقولوا زويتنا معنا باش نلعبوا مع المنحة مع الكامبو مع الإيرنات. انطلقت البطولة الإقليمية وموازات معها كاينة بطولة محلية يستفيد منها أكثر من 300 مشارك طفل وكذلك الفئة ديال الشبان، ماشي سهلة باش نوصلوا الآن للمرحلة الخامسة والإخراج ديالها بهذا الكيفية. لذلك باش ما نطولش عليكم أقول وبالله التوفيق يجب أن نصفق لشبكة اتحاد الجمعيات الرياضية على هذا الحدث العظيم.